بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أول تمرين يا جماعة مع بعض هنعمله هو تمرين كاونتر بسيط جدا جدا عن طريق السيشن. طبعا ده بس هي يعني ده يا جماعة مش البيست براكتس في الكاونتر، مش دي الطريقة الصحيحة 100% تعمل بيها كاونتر، بس دي الطريقة الصحيحة 100% اللي هنفهم بيها السيشن. دي صفحتي كاونتر، هنعمل كاونتر عادي جدا، هيكون عبارة عن كل صفحة تدخلها يزود لك عدد الكاونتر واحد، وده بيعتمد على السيشن بس. يعني بعد ما انت تخرج المفروض ان السيشن خلاص يتشال وبكل ما فيه ويعيد من اول لما تدخل، بس هو فكرته بس ازاي نتنقل بين الصفحات والفاريبل بتاعي يتعدل، كل ما ادخل يتعدل، كل ما ادخل يتعدل، وفي نفس الوقت نكون فهمنا حاجة عن السيشن زيادة شوية عن اللي احنا شرحناه في الدروس اللي فاتت. طيب نبدأ مع بعض ونقول له session start. هنبدأ السيشن كالعادة، واروح احط له المتغيرات بتاعتي. مش هنحط بس كفاية علينا غير النيم او اليوزر نيم، النيم بيساوي أسامة. بعد كده هنا هعمل include لملف هسميه counter.php. اروح افتح ملف جديد، الملف بتاعي اسمه اصلا counter، هسميه بس مثلا c.php، وهعمل ملف جديد هسميه c.php، ده اللي هيكون فيه كود الكاونتر. ده الملف بتاعي اهو، هقول له انا هنا في حالة empty، لو اللي هو الفاريبل الخاص بالكاونتر فاضي session counter. لو session counter فاضي خليلي session counter بيساوي واحد، دي اللي هي اول زيارة ليك بيساوي واحد. طب لو مش فاضي، تعمل لي بلس بلس، تعمل لي كاونتر عليه، تزود الواحد دي. لو هو مش فاضي هيبقى مثلا في رقم اتنين او تلاتة او اربعة، تزود لي عليه واحد، اللي هي مثلا تبقى خمسة، تبقى ستة، وهكذا. واروح طابع بعديها ايكو ديف، يكون مكتوب جواه مثلا you viewed this page times مثلا، اللي هي انت زرت الصفحة دي كذا مرة. واحط هنا session counter. طبعا اقدر يا جماعة اعمل session counter ده في variable اسمه c مثلا، واحطه هنا بدل ما انا عمال اكرره كده كل واحد، مفيش مشكلة خالص. كده انا قلت له ان انت زرت الصفحة دي كذا time، اللي هي مثلا 20 130، اي رقم هنشوفه مع بعض دلوقتي. وانا رحت عامل هنا انكلود لصفحة ال c.php دي اللي فيها الكاونتر، واروح كده على صفحتي اللي اسمها كاونتر دي. شايفين you viewed this page 13 time، 14 15 16، شايفين كل ما انا عمال ادوس بيعد. طب انا عايز اروح لصفحة تانية يعني غير الصفحة دي، هعمل انا صفحة تانية خالص number 2 مثلا. هيجي هنا اقول له echo ahref بيساوي مثلا about. هنبدأ بقى نغير، مش عايزين كله page 1 و 2 كده عشان المثال يبدأ يتطور شوية. about دي صفحة اسمها about، هدخل عليها دلوقتي هحط فيها session start، وحط فيها welcome اسامة، والinclude c ده علشان يعرفني الكاونتر. الانكلود سي ده دايما بيعد الكاونتر بتاعي. طيب ادي صفحة اسمها about.php، دي الصفحة بتاعتي اهي اللي انا عامل لها لينك يودي عليها، واروح كاتب له فيها session start، بدأت السيشن. بعديها اقول له echo hello how are you، بعدها hello how are you، بعد hello دي هيكون حاطين هنا ايه السيشن بتاعي اللي هو النيم، hello name how are you، وبعدها include c.php اللي هيكون فيه الكاونتر بتاعي. واروح انا دي الصفحة الاساسية، شايفين كل ما اعمل reload بيعد. واروح على صفحة about، قال لي you viewed this page 39 time hello أسامة how are you، كل ما انا اعمل reload شايفين بيعد. في نفس الصفحة دي هقول له link بيودي على الهوم، يرجعني للهوم تاني.
ادي ايه href بيساوي الصفحة الأساسية اللي اسمها counter.php اهي، واسميها صفحة الهوم مثلا عشان يرجعني عليها تاني، اقول له reload 54 مرة هرجع على الهوم، بقوا 55 اهو لاني زرت صفحة الهوم طبعا، اروح لأباوت 56، اروح للهوم 57، وهيقعد يعد وهكذا. طبعا يا جماعة انا اقدر اربط الكاونتر ده بالكوكيز، وهتشوفوا درس عن الكاونتر بالكوكيز في بلاي ليست البي اتش بي توتوريالز، علشان مش كل ما اعمل ريلود كده يعد واحد والكلام ده، لا مجرد دخولي للصفحة دي خلاص اتحسبت زيارة، ريلود تاني ما يحسبهاش، المفروض خلاص يتسجل في الكوكيز ان دي هي المرة زرت فيها الصفحة. علشان ازود لازم احذف الكوكيز او يكون شخص تاني، عشان في ناس بتكون عايزه العداد ده يكون دقيق ان كم واحد زاره، يعني انا يعتبر واحد مهما عملت ريفرش ما زلت واحد، في ناس بيكونوا عايزين العداد بالشكل ده طبعا، ودي طبعا الطريقه الصحيحه لتعرفك كم واحد جالك، لان انا ممكن افضل اقلب في الصفحه دي واروح لدي وارجع لدي والعداد هيفضل يعد كتير جدا، وده طبعا مش كويس، يعني مش هيديك احصائيات دقيقه عن كم واحد زار موقعك. كده عرفنا يا جماعه، اتعلمنا كم حاجه في الدرس تخص الكاونتر، وصفحة سي هي اللي فيها الخلاصة ان السيشن كاونتر ده انا قلت له لو هو فاضي خليه لي رقم واحد، يبدأ من واحد اقدر اخليه يبدأ من مية زي ما انا عايز، لو مش فاضي يعني لو كان اي رقم غير ان هو امتي حط كاونتر زود عليه اللي هي البلاس بلاس، زود لي عليه واحد، او اقدر اقول له كاونتر زائد اتنين زائد خمسة، كل اللي انت استخدمته في البي اتش بي تقدر تعمله هنا. وليه عملته كله جوه صفحه انكلود زي كده؟ عشان اقدر ككاونتر ادمجه في كل الصفحات بتاعتي ويعد. وليه عملت الكود ده هنا مش في السيشن؟ لاني لو عملته في السيشن، لو خليت الكاونتر ده في السيشن الاصلي بس، كل الصفحات اللي هيدخل عليها مش هيعمل الكاونتر ده، لان الكاونتر ده بيعتمد على الصفحه دي. فلو قلت له سيشن كاونتر بيساوي واحد مثلا، ورحت الصفحه اللي بعدها اللي هي دي وما فيهاش الانكلود ده، ازاي هيعرف ان السيشن ده انا عايز ازوده واحد؟ الا لو انا جيت قلت له هنا نفس الكود الموجود هنا ده اهو، هقول له لو الكاونتر بيساوي واحد، لو الكاونتر فاضي لا ابدا لي من واحد. طب لو الكاونتر بيساوي خمسة، انا جاي من صفحه الهوم والكاونتر بيساوي خمسة، ازاي ازوده؟ هقول له هو لو هو مش فاضي خليه لي واحد، لو هو فاضي قصدي خليه لي واحد، طب لو مش فاضي حط لي عليه رقم زياده، الخمسة خليها لي ستة، والستة خليها لي سبعة، وهكذا. ساعتها هو هيحس بالكود زي ما انا حاطه اهو في صفحة الاباوت، هيلاقي ان السيشن بيساوي مثلا كام هنا 84، اعمل ريلود بقى يساوي 85، زود لي عليه واحد، وهكذا. فبالتالي لازم استدعي الكاونتر بتاعي في كل الصفحات. نفس موضوع المواقع اللي بتحسب لك الزيارات، في اي موقع في الدنيا بيدي لك كود عبارة عن كاونتر، الكود ده بتحطه في الفوتر عندك في موقعك عشان يحسب لك الزيارات، لازم الكود ده يكون في كل الصفحات، والا منطقيا لو انت ما حطيتوش في صفحة ازاي هيحسب لك؟ لو انا حطيت الفاريبل ده فقط اللي هو ده الكاونتر ده، هيطبع لي كامل كاونتر اللي في السيشن، لكن مش هيزود لي عليه. هنعمل صفحه بس بسيطه جدا قبل ما نقفل الدرس. هنا انا عندي في الهوم صفحه اسمها about بيودي عليها، وحط صفحه معاها تاني اسمها echo مثلا ahref يساوي test.php، دي صفحه التست دي هتعمل لي تيست للكاونتر بس مش اكتر. واروح انا هنا اروح عامل البايب لاين اهو هوم وتست. صفحه التست دي هيكون فيها ايه يا جماعه؟ ادي صفحه التست test.php، هتطبع لي الكاونتر. بس عشان تطبع لي الكاونتر الاول لازم اعمل ايه؟ خلاص الناس كلها عرفت بقى، لازم ابدا السيشن. بدات السيشن واقول له ايكو، هقول له هنا فيوز كاونت، عدد المشاهدات فيوز كاونت اللي هي السيشن كاونتر، احنا عاملينه هنا اسمه ايه؟ سيشن كاونتر اهو، ادي عدد المشاهدات بتاعتي سيشن كاونتر. طيب هعمل ريلود 87، اروح على التست 87، مهما عملت ريلود شايفين ريلود 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 مفيش اي حاجه هتزيد. ليه؟ انا اصلا طبعت سيشن كاونتر لكن ما قلتلوش زود لي، انا مفيش كلمه زود لي عليه كذا، زود لي عليه كذا، لازم انا اعمل له البلس بلس، لازم افضل ازود عليه البلس بلس اللي هي الانكريمنتال دي علشان يزود لي عليه رقم. فبالتالي لازم استدعي السي ده كاملا في كل صفحاتي عشان يبدا يحسب. كده يا جماعه اتعلمنا كاونتر بسيط، تمرين بسيط جدا على السيشن، يا رب يكون سهل وبسيط وعجبكم، واشوفكم ان شاء الله في التمرين الجاي، وشكرا.